هذه سأل هذا اللقاء. عندي واحد الملاحظة. أولا أنا كنت خمار من هذا المكان وشفت الإطار الديوالي ولا فيتا. وأول مرة اكتشف هذا الشخصية ديال قاضي خضور والقصة ديالو. واللي زاد الانتباه ديالي هو أن اللافتة مكتوبة باللغة العربية واللغة الأمازيغية. وأنا كنظن كان هذا هو التوجه ديال الجمعية، فأنا كنحييه لأنها مكتبتش باللغة الفرنسية، لأنها كنعتبر شخصيا أنها لغة استعمالية، وكما ذكروا الأساتذة أنها الاستعمار خلى واحد المراحل قاسية من خلال قانون البربري. وكنشكر الأساتذة أنهم وضحوا نقطة بخصوص اللغة المعمارية اللي هي قصات اللغة الريفية. كنتمنى أن يكون نقاش قوي في المغرب ويتعتمد مكان اللغة الأمازيغية. أنا أرى أن بما أنني أصول عربية نقول أن لا يمكن السماع لتجارب اللغة الأمازيغية، يجب أن نعمل نحن في وطن واحد، واللغة الأمازيغية هو الشعب يعني ناطق اللغة الأمازيغية ليس له حدود في المغرب فقط بل على في دول بحر الأبيض المتوسط. وشكرا.